شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية السودان الشقيقة وما تشهده من تطور وتقدم في شتى المجالات، منوها حفظه الله بالحرص المستمر على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير هذا اليوم معالي البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني بجمهورية السودان والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد بدعوة من معالي رئيس مجلس النواب، حيث نقل إلى جلالته تحياتي وتقدير أخي فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين ولشعبها بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار. ورحب العاهل المفدى برئيس المجلس الوطني السوداني وكلفه بنقل تحياته إلى الرئيس السوداني وتمنياته لشعب السودان الشقيق دوام التقدم والتطور. وأشاد جلالته بالتعاون القائم بين السلطتين التشريعيتين في البلدين الشقيقين، مؤكدا الملك المفدى على أهمية مثل هذه الزيارات الأخوية وتبادل الخبرات البرلمانية لما لها من دور في تعزيز التعاون والتنسيق في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية بما يخدم قضايا الأمة العربية ومصالحها، معربا جلالته عن تقديره للمواقف المشرفة التي تقفها جمهورية السودان بقيادة الرئيس عمر البشير الداعمة لمملكة البحرين وبدورها في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية. كما نوه جلالته بجهود الجالية السودانية وإسهاماتها في مسيرة التطور والبناء التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات وهي موضع التقدير والاحترام دائما من أبناء البحرين كافة. وتطرق العاهل المفدى خلال اللقاء إلى الإنجازات والمكتسبات المهمة التي حققتها المسيرة البرلمانية في البحرين لكل ما فيه خير وازدهار وتقدم المملكة وشعبها الكريم. واستعرض جلالة الملك المفدى مع الوفد السوداني الزائر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. من جانبه عبر رئيس المجلس الوطني السوداني عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة على ما أبداه جلالته من حرص واهتمام على توطيد عرى التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات خاصة المجال البرلماني.